تندرج النشاط متاعنا واللقاء متاعنا هذا ضمن شهر ضد الفساد اللي يتضمن فيه برشا أنشطة قاعدة تصير في الولايات الكل، بما فيهم النشاط متاع اليوم اللي سميناه انتجريتي برانش. هو فطور جماعي يكون حاضرين فيه فاعلين محليين وشركاء فيه زادة فاعلين في المجال الثقافي والسياحي على موضوع السياحة الثقافية في القيروان. الحضور متاعنا كان يشمل ولا يضم برشا من القطاعات بما فيهم السياحة والثقافة، فيهم دي زاجونس دو فواياج، فيهم معناها الخاص والعام، ودي زاكتيفيست سوسيتي سيفيل اللي باش يحكيونا فيها على الإشكاليات اللي تشمل القطاع هذايا وأهمية إنه تكاتف المجهودات في قطاع السياحة والثقافة، إنه يلزمنا نخدموا أكثر على رواحنا ونشجعوا العبيد اللي قاعدة تستثمر وإلا قاعدة تقدم في المجال هذايا بما فيهم حتى الأنشطة ولا المشاريع الرقمية اللي تخدم على دي سيركوي توريستيك اللي تشجع وتحقق التنمية في جهة القروان. أنا يقظ بطبيعتها منظمة رقابية وبالأساس في مسينا القضايا من نوع هذية ولا في المواضيع الهذية إنه ندخل شوية في العمق في الممارسات اللي تتعلق بالمواضيع اللي قاعدين نخدموا فيهم بما فيهم السياحة الثقافية ولا في المجالات اللي تتعلق بالإدارات وطريقة تسييرها للمجال هذا. وبطبيعة نحن سيرفيس ليالاك اللي نخدموا على التبليغ على الفساد وتابعة القضايا هذه في النهاية تونس بلدنا الكل والمسؤولية مجتمعية مشتركة للناس الكل، والتبليغ على الفساد مسؤولية للناس الكل. هكا علاش ديما نحبوا نقربوا الأطراف وزمنا نفهموا العبيد ان نحن رانا ماناش قاعدين نخدموا ضدنا، رانا نخدموا كلنا مع بعضنا، والفساد ما هيش حاجة تخدمنا، بالعكس تضرنا وترجعنا لتاني. هكا علاش لازمنا كلنا موجودين، كنا نحكوا في المواضيع هذه من غير حتى حساسيات، من غير حتى شيء، ونقبلوا الآخر ونقبلوا النقد، وفي النهاية بلادنا الكل وإداراتنا الكل مؤسساتنا. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.